مرحبا بكم معنا اليوم في الحكايه فيها هي. الو كي يجي واحد يقول لك سمي اكي سمينا، قولي له احبس ما عندك ما دخلك في الكوك تاعي. قولي لي الطاقه السلبيه والطاقه الاخرى انا ما نمش بها. وشنو هي الحاجه الاصعب؟ هي لو فات دو مونتري كو لو بيان للناس. انا واش نشوف باللي لازم نعيشو كل شعور في اللحظه تاعو. انا في داري تكون مخروبه مش طالع لي المورال باش نوض نقيها، ما نتلها ما تنقيهاش، تريح ما تنقيهاش، باسكو المورال تاعها ما عندهاش هذيك الانرجي اللي تنوض تنقي بها. هذه اللي حنزوج بها elle va être ma femme, elle va être une sœur, elle va être Mama. Mon amie, ma chérie, يعني شغل تحية كبيرة على هذه. ما تسالوني عليها تفكروني بها. يا خويا كل واحد مسؤول على الفهم تاعو، كل واحد انا مسؤول على لي زاك تاعي، انا كي جيت لهنا فيها هي ولا فيها هما ولا فيها هن ولا فيها مانيش عارف حبوا يكونجوغيوها كيما حبوا، جي في 21 دو تونسيون. على جال دي كومونتير وكانت غلطه. شوفي لحقت وين اداوني حتى قريب مت. مت حتى قريب مت يعني شغل مرضت ولا درت تونتاتيف دو سويسيد. باش نتفاهموا لوتو تشون ما يردلكش اون بيل فوا، بيان او كونترير يعاون سي فغي، يعطيك واحد النغمه هكذا تولفناها. يا بنات الجزائر يلي خليتو فكري حاير.